صباح الخير على حضراتكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده النهارده من صباح اون تايم، هنناقش مع بعض وطبعا هنحلل ابرز موضوعاتنا الرياضيه. هكون معاكم في تفاصيل كتير بالتاكيد عن مباريات اليوم في مسابقه الدوري المصري الممتاز. هنتكلم معاكم على مباراه الامس، المباراه المشتعله طبعا في يورو 2024. هيكون لينا لقاء طبعا مع ضيفنا العزيز اللي هيكون منورنا النهارده، وهنتكلم وهنناقش مع بعض مباراه اليوم ما بين النادي الزمالك بإذن الله طبعا في مسابقة الدوري المصري الممتاز. تفاصيل كتير هنعيشها مع بعض، وفريق طلائع الجيش وتفاصيله وطبعا صراعه في مسابقة الدوري المصري الممتاز. خلاص منطقة الأمان، ولكن هنعرف كل الجديد اللي بيحضره لنا النهاردة طبعا مسابقة الدوري. هكون معاكم لمدة ساعة ونص من دلوقتي. فرح علي في صباح أنصار. نبدأ كلامنا بالحدث الأهم في مصر حاليا، وهو انطلاق فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية. واليوم طبعا بعد يوم بيقدم لنا كل جديد، ومع اقتراب انطلاقه بياخد اهتمام الجميع داخل وخارج مصر. النهاردة الخميس ان شاء الله هتبدأ فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العالمين بالعديد من المفاجآت. اولها طبعا هتبدأ بالحلقة النهاردة الاستثنائية من برنامج معكم اللي بتقدمه الاعلامية الكبيرة الاستاذة منى الشاذلي على المسرح وسط الجمهور، ومن المقرر ان هي خلاله هتستضيف الفنان الكبير الأستاذ مدحت صالح في حفل بعنوان موسيقى المقامات. طبعا الحفل اللي هيقام في تمام الساعة 10 مساء هيتضمن مجموعة من أبرز أعماله الغنائية، بالإضافة إلى عدد من أشهر أغاني رموز الغناء العربي، وذلك هيكون على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة. أما بقى عن الافتتاح الرسمي غدا، هيكون بإذن الله مع الكينج محمد منير في حفل بيضم العديد من المفاجآت. أكيد طبعا الجمهور هيكون متواجد وهيكون محضر نفسه، وكل جيلنا والأجيال اللي قبلنا عندها ذكريات كتير جدا مع الكينج محمد منير ومع أغاني منير من أيام شبابيك والليلة يا سمرة ونعناع الجنينة وشمندورة. عشرات الأغاني للكينج محفورة في أذهاننا جميعا. وطبعا الكينج محمد منير زي ما حضراتكم عارفين حفلاته بتبقى كومبلي، وطبعا كل الجمهور هيكون متواجد. بنأكد دايما على الالتزام، التواجد في محيط المسرح من بدري، ما تتأخرش، لازم تكون ملتزم. تذكرتي طبعا الحقيقة ان هم وفروا يعني زي ما انتم عارفين تذاكر الحفل من فترة كبيرة، والتذاكر معظمها طبعا او نقدر نقول كلها سولد اوت، وده بيأكد على الاقبال التاريخي على الحفلات الكبيرة، واللي دايما مهرجان العالمين بيكون حريص ان هو يقدمها لجمهوره، سواء اذا كان طبعا الفنانين الكبار المصريين. وحتى شفنا وتابعنا معاكم في النسخة الاولى عدد كبير جدا من الفنانين اللبنانيين اللي دايما مصر بتحتضن الحفلات بتاعتهم وبتستقبلهم افضل استقبال. الحفلة
هتكون ان شاء الله كبيره جدا، والكل عايز يبدا ان هو يشارك في فعاليات اليوم الاول من الاقبال، واللي هيتضمن كمان بجانب حفل كينج محمد منير فقره للرقص الفلسطيني، واللي بياكد بيها المهرجان على التزامه التام بدعم القضيه والشعب الفلسطيني، وده بالتاكيد بينعكس من خلال فعالياته والقرارات السابقه اللي اعلنت عنها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، بدايه من تخصيص 60% من الارباح لصالح الشعب الفلسطيني، بالاضافه لرفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري في الفعاليات. على الجانب الرياضي بقى، النهاردة هتنطلق أولى البطولات في مهرجان العالمين، وهي بطولة الباراموتور، وهي الطيران عبر محرك الطيران المظلي أو أشراعي، وطبعا بتنطلق البطولة يوم 11 يوليو وهتستمر لحد يوم 30 أغسطس المقبل بمشاركة العديد من الطيارين المحترفين، وبتعد رياضة الباراموتور من أبرز فعاليات مهرجان العالمين، واللي هتقام يوميا في الساعة 5:30 مساء في مدينة العالمين. وبدأ البعض يسأل كده عن ما هي رياضة الباراموتور، أو رياضة الباراموتور بتكون شبيهة قوي للقفز بالمظلات والطيران الشراعي طبعا، ويعني بتكون باستخدام محرك بيساعد على البقاء في السماء لفترة كبيرة مع تحكم طبعا أكبر في الارتفاعات وفي الاتجاهات، وطبعا ده كله بيدي شكل رائع جدا وبيكون عايز مجهود كبير قوي من الرياضيين اللي بيمارسوا رياضة الباراموتور، وما بتحتاجش للتواجد على ارتفاع للانطلاق، ممكن انك انت تطير من على ارض مستويه. طبعا كل التفاصيل دي الخاصه بالباراموتور، وبتصل سرعتها كمان ل 75 كيلومتر في الساعه، ممكن ان انت تطير بيها لاكثر من ساعه، وقت قصير للتدريب من 8 ل 10 ايام تقريبا، كمان التكلفه مقارنه بالرياضات الثانيه اللي بتمارس في السماء تكلفه كويسه، سهولة كمان في نقل المحرك أو الشراع الخاص بيك، فكل الحاجات دي بتكون الناس بتستمتع بيها وبتشوفها، تقدر ان هي تتابعها، ورياضات مختلفة مش هيكون الباراموتور فقط، ده بنقول عليه كده الافتتاح او البداية الانطلاقة بس، علشان الناس تكون عارفة ان في رياضات كتير بإذن الله هتكون في فعاليات المهرجان. الانطلاقة هتكون النهاردة، بفكر حضراتكم بإذن الله إن شاء الله حوار شيق جدا وحفلة رائعة، وهيكون نجمها النجم مدحت صالح غدا إن شاء الله الكينج محمد منير، وخلاص بنقول الاهتمام بقى متواجد لمهرجان العالمين، مستمر منذ انطلاق المهرجان في النسخة الأولى، وطبعا اللي أخدت اهتمام كبير جدا جدا جدا، وطبعا مع النسخة الثانية والأنظار ابتدت إن هي تتوجه منذ النسخة الأولى لمصرنا الحبيبة، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة، ده الإعلان الخاص بالحوار والحفلة الرائعة للنجم والفنان والأجيال اللي تربت على أغاني النجم مدحت صالح، هتستمتع بالتأكيد النهاردة، دايما مصر سباقة في أي حدث سياحي فني ثقافي رياضي ترفيهي، كل الحاجات دي بنفخر بيها وبنسعد بيها وبننتظرها وبنستناها من السنة للسنة. حقيقة ان مدة المهرجان بتتكلم في وقت طويل قوي، تقدر من خلاله ان انت تستمتع وتاخد وجبة دسمة متنوعة زي ما قلت لحضراتكم تحت عنوان العالم عالمين. مهرجان العالمين دائما يقدم لنا كل جديد وباسم يليق بمصر الحبيبة، ودايما نكون متشرفين بما يقدمه مهرجان العالمين. نروح معاكم ونتكلم على دوري نايل، والنهاردة هنبدأ مؤجلات الدوري، وعلى مدار الأيام اللي جاية نلعب مجموعة من المباريات المؤجلة. مباريات اليوم في دوري نايل مؤجلة من الأسبوع 16، المواجهة اللي هتكون الساعة 9 مساء هتجمع ما بين فريق طلائع الجيش ونادي الزمالك. الجولة 30 في دوري النايل هتكون ما بين المقاولون العرب ومودرن سبورت الساعة 9 مساء أيضا في نفس التوقيت. المباراة الأولى هتجمع طلائع الجيش مع نادي الزمالك في استاد الكلية الحربية، مواجهة مهمة جدا للفريقين اللي عندهم دوافع مختلفة. أول حاجة فريق طلائع الجيش صاحب الأرض عاوز يعني يخرج كده بره سلسلة النتائج السلبية، كنت بكلم حضراتكم في المقدمة بقول لكم هو في المنطقة يعني المطمن فيها، منطقة الدافئة زي ما بنقول، خلاص الأمور استقرت معاه، بس الخسارة المتتالية اللي تعرض ليها فريق طلائع الجيش وأكتر من مباراة
وخسارة بسكور بعدد كبير من الأهداف. بتهز يا جماعة لما بنتكلم بأربع أهداف وأربع أهداف تانيين، ده كله بيأثر على نفسية اللعيبة. وعلشان الكابتن عبد الحميد بسيوني يرجع اللعيبة مرة تانية تقف على رجلها ويديهم الثقة ويرجعهم تاني لسلسلة الانتصارات، ده بيحتاج جهد كبير جدا منه. النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، 6 ماتشات ما حققش فيها طلائع الجيش أي مكسب، تعادل في ماتشين، خسر في 4. علشان كده الكابتن عبد الحميد بسيوني هيكون محتاج جهد كبير، وده هيحتاج خطوة بخطوة. النهاردة هنشوف الانطلاقة دي لفريق طلائع الجيش، خصوصا ان المباراة امام منافس كبير وبطل البطولة او بطولة الكونفدرالية الافريقية النسخة الاخيرة. وعاوز اقول انه نادي طلائع الجيش مع كابتن عبد الحميد طبعا بدأ معاه المسابقة من اول الموسم، ووصل معاه لنهائي كاس الرابطة المصرية بنهاية طبعا الشهر الجاري امام سيراميكا كليوباترا. عايزين نشوف مباراة ممتعة، مباراة مرتقبة جدا، معاه حاليا في مسابقة الدوري 35 نقطة في 29 مباراة في المركز ال 11، متبقي له 5 مباريات بما فيهم مباراة الزمالك بتاعة النهاردة كمان بإذن الله. علشان كده لازم فريق طلائع الجيش يرجع تاني على التراك زي ما بنقول، يرجع تاني يسخن سريعا قوي 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 علشان يكون مستعد كمان للنهائي أمام فريق سيراميكا في نهائي كاس الرابطة المصرية. أما بقى في المقابل نادي الزمالك، نادي الزمالك معاه لغاية دلوقتي 41 نقطة من 24 مباراة في المركز السابع، متبقي له 10 مباريات، وطبعا معروف أنه هو هيتخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم، ده بسبب انسحابه أمام النادي الأهلي في مباراة القمة. آخر مباراة كانت كلاسيكو الكرة المصرية، فاز فيها نادي الزمالك على الإسماعيلي 2-1 بعد ما كان متأخر بهدف دون رد. نجح الهداف الكبير عبد الله السعيد إن هو يسجل بدل الهدف هدفين في ليلة تألق فيها أيضا ناصر ماهر، والبدلاء اللي حولوا نتيجة اللقاء من خسارة إلى مكسب. وهنا مش بنقول يعني فكرة إنه اللعيبة اللي كانت متواجدة في أرض الملعب ما كانش عندهم الخبرات الكافية، كان مستر جوزيه جوماز عنده وجهة نظر قدر ان هو يطبقها في الشوط الأول من المباراة لما اعتمد على توليفة من عناصر فريق الشباب مواليد 2003 و4 و5. فطبعا ده بيأكد انه الفكر اللي عايز يتبعه مستر جوزيه جوماز ما بين اللعيبة الأساسية والاحتياطية. لعيبة الفريق الأساسيين شفنا الفترة الأخيرة أكتر من لاعب شارك في تشكيلة الفريق الأساسي، طبعا من اللعيبة صغار السن اللي بكلم حضراتكم عليهم زي محمد السيد، محمد عاطف، عمار ياسر الملقب راشفورد، احمد مجدي، وطبعا ترافيس موتسيابا اللي يعني بعد ما اعتنق الدين الاسلامي اصبح اسمه جمال موتسيابا. كل اللي بنقوله لحضراتكم ده بياكد على فكره انه خلاص جوزيه جوماز عايز يطلع ويخرج بمسابقه الدوري المصري الممتاز باكبر مكاسب ممكنه في نهايه الموسم ده، ويحسم امور كتير جدا في تشكيله الفريق، ويبتدي يشوف عناصر مختلفه، ويبتدي يدي كمان اللعيبه الجدد دول الخبرات، يكتسبوا الخبرات، ياخدوا حساسيه المباريات، وده طبعا خارج المنافسه على اللقب، وفي نفس الوقت ياخد بطوله الكونفدراليه الافريقيه، بيكون مطمئن خلاص الموسم ده. يعني المفروض الفتره اللي جايه يشوف هو عاوز ايه من السكواد بتاعه اللي متواجد معاه في الفريق علشان يحدد احتياجاته خلال فتره الانتقالات القادمه باذن الله. هنشوف معاكم ونتابع طبعا التفاصيل اللي مستر جوزيه جوماز هيكون عايز يحضرها خلال المباراه النهارده، وهنشوف هل هيعتمد على التشكيل الاساسي للفريق ولا هنشوف افكار تانية ابتدى ان هو يطبقها في المباراه. نروح للمباراه الثانيه واللي هتكون ما بين فريق المقاولون العرب ومودرن سبورتس. المقاولون العرب بيحتل المركز ال17 قبل الاخير في جدول الدوري من 27 مباراه، معاه 20 نقطه، يهمه طبعا ان هو يحقق الفوز النهارده علشان يبتعد عن صراع الهبوط لانه موقفه صعب جدا جدا جدا. امبارح اتكلمت معاكم على اكتر من فريق بيعانوا ومتخوفين، وخلاص بقت المنافسه ما بينهم، يعني بنتكلم على بلديه المحله، المقاولين العرب، فريق الداخليه، اكتر من فريق بقوا مهددين وبقت المنافسه ما بينهم قريبه قوي، عدد النقاط والمباريات المتبقيه قريبه قوي. مين الفريق اللي هيقدر ينتشل نفسه سريعا يحاول ان هو يخرج او في الثواني الاخيره او الدقائق الاخيره من عمر اخر مباراه ليه في مسابقه الدوري؟ زي ما انتم عارفين بنشوف ده كل موسم، ولكن بنتمنى انه الفرق كلها تكون مطمئنه وحاول ان هي تبذل اقصى جهد عندها علشان تخرج نفسها من صراع الهبوط. اما بقى مودرن سبورت بيحتل المركز الرابع من 28 مباراه مع 44 نقطه، بيهمه طبعا ان هو يحقق الفوز للحفاظ على تواجده في المربع الذهبي ببطوله الدوري المصري الممتاز.
أما اللقاء المرتقب والمنتظر في قمة كرة القدم المصرية لعام 2024 هيبقى طبعا بكرة الجمعة، هيجمع الكبيرين النادي الأهلي وفريق بيراميدز في أول مواجهة ما بينهم الموسم الحالي في دوري نايل والمؤجلة من الأسبوع الـ 14، واللي بناء على نتيجة المباراة دي هيتحدد أمور كتير قوي في شكل المنافسة ما بين الثنائي على لقب دوري نايل. وخلوني أقول لحضراتكم برضو موقف كل فريق. بيراميدز في صدارة جدول الترتيب معاه 68 نقطة، جمعهم من 27 مباراة، فاز في 21 مباراة، تعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة أمام سيراميكا كليوباترا. سجل 49 هدف، استقبلت شباكه 17 هدف، ومتبقي له 7 مباريات. في المقابل النادي الأهلي معاه 57 نقطة، لعب 23 مباراة، فاز في 18، تعادل في 3، خسر في مباراتين أمام البنك الأهلي والزمالك، سجل 54 هدف واستقبلت شباكه 20 هدف، ومتبقي ليه 11 مباراة. تعالوا نشوف معاكم تقرير عن مباراة بكرة ما بين النادي الأهلي وبيراميدز ونرجع نكمل كلامه. تتوجه أنظار الملايين من محبي وعشاق الكرة المصرية صوب استاد القاهرة الدولي غدا، والذي يستضيف مواجهة من العيار الثقيل تجمع الأهلي ونظيره بيراميدز في لقاء مؤجل من عمر منافسات الجولة 14 لبطولة دوري نايل. مواجهة قوية بين فريقين يتنافسون بشكل كبير على تقديم أفضل المستويات في بطولة الدوري. الأهلي البطل التاريخي ب43 لقبا وحامل لقب النسخة الماضية، وبيراميدز والذي يقدم أفضل موسم له على الإطلاق في منافسات دوري نايل بعد 5 مواسم للفريق بمسماه الجديد لم يعرف فيهم غير المركز الثاني كأفضل إنجاز له في المسابقة المحلية الموسم الماضي حتى الآن. لكن يبدو أن الموسم الحالي مختلف تماما، فبعد وداع دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال استغل بيراميدز انشغال الأهلي بمنافسات البطولة القارية والتي توج بلقبها بعد ذلك لينقض على صدارة الدوري بأداء ولا أفضل. حقق خلاله 14 انتصارا متتاليا كأكبر سلسلة انتصارات يعرفها بيراميدز في المسابقة المحلية، ليتربع على الصدارة ب68 نقطة بعد خوض 27 مباراة. حقق الفوز في 21 مباراة كأكثر فريق يحقق انتصارات في الدوري و5 تعادلات، ولم يهزم إلا مرة واحدة فقط ليكون أقل الفرق تعرضا للهزيمة حتى الآن. رغم ذلك يبقى الأهلي حاضرا وبقوة بفضل تاريخه الكبير وتألق لاعبيه، فبعد التتويج بالنجمة 12 في دوري أبطال أفريقيا عاد الأهلي بقوة للدفاع عن لقبه في بطولة الدوري ليحقق 12 انتصارا متتاليا احتل بهم المركز الثاني ب57 نقطة وبفارق 11 نقطة فقط عن بيراميدز. وما يزيد الأمر إثارة ومنافسة وندية أن الأهلي لديه 11 مباراة متبقية له في الدوري، وهو ما يجعل فوز الأحمر بهم جميعا كافيا للتتويج بلقبه 44 دون النظر لنتائج بيراميدز والذي يتبقى له 7 مباريات فقط، وهو ما يجعله مطالب بالفوز في مباريتيه أمام الأهلي لتأمين الطريق نحو التتويج الأول له ببطولة دوري نايل. المهمة لن تكون سهلة لكتيبة بيراميدز على الرغم من تألق العديد من لاعبيه وعلى رأسهم الكونغولي فيستون مايلي هداف الدوري ب13 هدفا، في ظل رغبة لاعبي الأهلي في مواصلة قطار انتصاراتهم والرد على آخر مواجهة جمعتهم في الدوري الموسم الماضي والتي حملت فوز بيراميدز بثلاثية. في النهاية مواجهة في غاية القوة بين قطارين، الأول حقق 12 انتصارا متتاليا ويسعى للفوز 13 ومواصلة طريقه نحو صدارة الدوري، وآخر حقق 14 انتصارا متتاليا ويبحث عن 15 لمواصلة طريقه نحو لقب دوري نايل. فمن ينجح في إيقاف قطار الآخر أم يوقف التعادل قطار الفريقين في المسابقة المحلية؟ الثنائي كرونسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز ومارسيل كولر مدرب النادي الاهلي، كل واحد فيهم عمل سلسله انتصارات متتاليه النسخه الحاليه من دوري نايل. كرونسلاف يوريشيتش فاز مع بيراميدز في 14 مباراه متتاليه في
يعني نقول عليها سبقة ندرة الحدوث مع بيراميدز، وهي اللي خلت الفريق مكمل بشكل إيجابي وخطى ثابتة في المنافسة على البطولة بشكل قوي جدا لغاية اللحظة اللي بكلمكم عليها. في المقابل مستر مارسيل كولر كسب في 12 مباراة متتالية، أولها كان بعد الخسارة من نادي الزمالك في مباراة القمة 2-1، ومن ساعتها النادي الأهلي لم يفقد أي نقاط في الدوري سواء بالتعادل أو الخسارة، فاز في كل مبارياته. الأوراق الرابحة في النادي الأهلي وبيراميدز كتير جدا ومتاحة للثنائي كرونسلاف يورشيتش ومارسيل كولر، يعني في بيراميدز ممكن تلاقي مصطفى فتحي، ممكن تلاقي وليد الكارتي، فيستون مايلي، محمد الشيبي، فخري لاكاي، كتيبة مدججة بالنجوم، أو يعني الحقيقة كلهم أسماء مميزة جدا في بيراميدز. في المقابل النادي الأهلي طبعا مع نجوم دوليين كبار، من أول طبعا حراسة المرمى كابتن شناوي، مصطفى شوبير، عبد المنعم، رامي ربيعة، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، وسام أبو علي، ديانج، يعني أسماء مميزة وكتير جدا جدا في تشكيلة الفريقين بتضمن لهم وبتخلي حظوظهم كبيرة جدا في الفوز. واضح ان احنا هنكون بكرة على موعد مع مواجهة كبيرة جدا هتفكرنا بالمباريات الخالدة في تاريخ الكرة المصرية واللي كانت حاسمة للقب الدوري زي قمة النادي الاهلي والزمالك في 96 واللي فاز بها النادي الاهلي 2-0، بعدها فاز بالدوري وقمة النادي الاهلي والاسماعيلي في 2002 واللي تعادلوا 4-4، وبعدها فاز الاسماعيلي بالدوري، وقمة ايضا الاهلي والزمالك في 2003 واللي فاز فيها نادي الزمالك 3-1 وبعدها فاز بالدوري، يعني مباريات كبيرة ومحفورة في أذهان الجماهير المصرية وعشاق كرة القدم والساحرة المستديرة، عمرنا ما هننساها، وهنتابع وهنشوف مع حضراتكم وهنشوف طبعا كل التفاصيل الخاصة بالمباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، مؤجلات دوري نايل النهاردة الزمالك وطلائع الجيش والمقاولون العرب ومودرن سبورت، بكرة النادي الأهلي وبيراميدز بإذن الله. حدث من الأحداث المهمة جدا اللي هتحدد كده مصير الأندية، وطبعا البطولات الإفريقية دايما بتكون هي الأهم وهي الأقرب للجماهير المصرية علشان إفريقيا، علشان إنك أنت بتنافس وبطولة إفريقية لها مذاق خاص تماما. نروح لحدث تاني مهم جدا النهاردة بيترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية بشكل عام، موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لنسخة الموسم المقبل 2024-2025. طبعا وفقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، هتنطلق مراسم قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية النهاردة الخميس في تمام الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت القاهرة. لجنة مسابقات الأندية والتراخيص في كاف اعتمدت مشاركة النادي الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، نادي الزمالك والمصري بورسعيدي في كأس الكونفدرالية الإفريقية. يعني زي ما احنا عارفين وطبعا تابعنا خلال الفترات اللي فاتت برضه علشان نفتكر مع بعض يمكن الشد والجذب اللي حصل، أكتر من فريق كان بيحاول وكان بيسعى ان هو يكون متواجد في المربع الذهبي علشان يدخل المنافسة في إفريقيا، سواء إذا كان بالكونفدرالية الإفريقية أو دوري أبطال إفريقيا، ولكن زي ما بنقول لحضراتكم خلاص ده كده المربع الذهبي، دول الأربع فرق اللي هيكونوا بيشاركوا في إفريقيا. عفوا كمان الاتحاد الإفريقي 5 أندية بس من المشاركة في الدور التمهيدي الأول طبقا للتصنيف، على أن تشارك هذه الأندية في الدور التمهيدي الثاني خلال الفترة من 15 سبتمبر ولحد يوم 22 من نفس الشهر. نادي الأهلي من مصر، الترجي التونسي، سان داونز الجنوب افريقي، مازيمبي الكونغولي، باترو اتلتيكو الانجولي، دي الانديه اللي مش هتلعب الدور التمهيدي طبعا وفقا لتصنيفها عموما. النادي الاهلي مش هيشارك في الدور التمهيدي لكن هيشارك بيراميدز في هذا الدور المقرر انطلاقه احد ايام 16 و17 من شهر اغسطس المقبل، وده وارد جدا ان هو يتعارض طبعا مع مشاركات فريق بيراميدز في المباريات والاسابيع الاخيره من دوري نايل، علشان كده لازم يتم ترتيب ده من دلوقتي والتنسيق على ده من دلوقتي، عشان زي ما بنقول اللعيبة دي مش مكان، اللعيبة دي لازم تلحق ان هي تخلص مبارياتها في مسابقة الدوري المصري الممتاز، اللعيبة دي لازم تلحق ان هي تبتدي موسم جديد افريقي في دوري ابطال افريقيا، وبجانب انها لازم ترتاح وتستعد للموسم القادم في طبعا معسكرات مغلقة علشان يكون في تمهيد للموسم القادم في مسابقة الدوري.
علشان ننهي فكرة الموسم اللي طول أو فكرة الموسم اللي لسه مش عارفين هيخلص إمتى. التفاصيل دي كلها لازم تكون محطوطة على ورق بالمواعيد، لأنه كان موسم استثنائي وصعب جدا جدا جدا. كمان تم إعفاء نادي الزمالك من المشاركة في الدور التمهيدي الأول بناء على التصنيف، وده لأنه بطل النسخة الأخيرة من البطولة، وتم إعفاء النادي المصري بورسعيدي برضه من المشاركة في الدور التمهيدي بناء على تصنيفه. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، وبيرمز اللي هيشارك للمرة الثانية على التوالي في البطولة. كل التوفيق لنادي الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وفريق المصري بورسعيدي اللي هيشارك من جديد وهيرجع تاني للمشاركة الإفريقية وهو مش غريب عن البطولة، وإن شاء الله زي النسخة الأخيرة المبهرة جدا يكون سوبر مصري ويكون البطل في دوري الأبطال مصري وفي بطولة الكونفدرالية الإفريقية مصري، لأن ده الطبيعي للأندية المصرية أصحاب الرياضة في إفريقيا. امبارح حسم المنتخب الإنجليزي تأهله للمباراة النهائية بعد ريمونتادا، ولا أجمل مباراة ولا أروع على المنتخب الهولندي، حول فيها تأخره بهدف عن طريق تشافي نجم لايبزيغ لفوز عن طريق المهاجم الكبير هاري كين. ثم بعد كده واتكنز برضو أحرز الهدف الثاني علشان يتأهل منتخب الأسود الثلاثة إلى المباراة النهائية علشان يخوض مواجهة قوية جدا أمام منتخب إسبانيا يوم 14 يوليو في العاصمة برلين. إذن إنجلترا في مواجهة إسبانيا مباراة للتاريخ، هل هيكون اللقب إسباني للمرة الثالثة؟ ونشوف النجوم ألفارو موراتا وطبعا لامين يامال وداني أمو وأبطال اليورو، ولا هيكون اللقب إنجليزي للمرة الأولى بعد خسارة نهائي النسخة الأخيرة أمام إيطاليا طبعا، ويكون بيلينغهام وساكا وهاري كين أبطال النسخة الحالية. خلونا نتابع ونشوف مع حضراتكم مين البطل، إسبانيا ولا إنجلترا. امبارح في لقطة جميلة جدا من اللقطات اللي دايما بنبحث عنها ونشوفها بعد المباريات، قبل مباراة إنجلترا وهولندا، شافت جماهير إنجلترا شرطي ألماني شبه جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي. عملوا إيه معاه؟ قعدوا الجماهير يهتفوا له ويغنوا له ويقولوا هتافات للمنتخب الإنجليزي، وده كان في شوارع دورتموند قبل مواجهة هولندا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، لأنه طبعا يعني بيفكرهم بالمدير الفني للمنتخب الإنجليزي، ودي كانت لقطات رائعة جدا وبتدل على الروح الجميلة اللي بيستعدوا بيها لما قبل المباراة، وفكرة أنه حتى الناس وهي بتمارس عملها برضو بيشاركوا، وبتكون لقطات جميلة جدا وممتعة جدا بتفكرنا بالبطولة وبتعيشنا أجواء البطولة. نروح لبطولة كوبا أمريكا، وفجر اليوم اتحدد الطرف الثاني للمباراة النهائية في كوبا أمريكا 2024 بعد تأهل منتخب كولومبيا على حساب أوروغواي، ده طبعا بالفوز بهدف نظيف. هيلتقي المنتخبان الكولومبي والأرجنتيني في نهائي منافسات كوبا أمريكا، وكانت الأرجنتين تأهلت لنهائي كوبا أمريكا 2024 بعد ما فازت على كندا في نصف النهائي بهدفين دون رد. هيقام نهائي كوبا أمريكا 2024 ما بين الأرجنتين وكولومبيا فجر الاثنين المقبل 15 يوليو، و يمتلك المنتخب الأرجنتيني 15 لقب في كوبا أمريكا كان آخرها في 2021، وبيحتفظ بلقب الأكثر تتويجاً في كوبا أمريكا مناصفة مع أوروغواي. أما بقى كولومبيا فازت بلقب وحيد كان في نسخة 2001، وعاوز أقول لكم أن منتخب الأرجنتين بيعيش مع مدربه طبعاً ليونيل ساكلوني بيعيش أفضل فتراته منذ التتويج بكأس العالم 2022، لكن هيواجه منتخب كولومبيا اللي بيمتلك سلسلة تاريخية مع عدم الهزيمة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني أيضا، ولم يتعرض لأي هزيمة منذ خسارة ضد الأرجنتين نفسها في فبراير 2022 عشان يخوض بعدها 28 مباراة متتالية دون أي خسارة. مشاهدينا لسه عندنا كلام كتير وتفاصيل طبعا بآخر أخبارنا الرياضية، ولكن بعد الفاصل في صباح أمصار. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه نستكمل معاكم باقي أخبارنا وفقرتنا في صباح أون تايم. نروح لمنتخب اليد واستعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. بيعود منتخب رجال الفراعنة للتدريبات بصالة العاصمة الإدارية غدا الجمعة بعد الحصول على راحة اليوم عقب العودة من سلوفينيا. وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد للقاهرة قادمة من سلوفينيا في الساعات الأولى صباح أمس الأربعاء بعد التعادل أمام المنتخب السلوفيني بنتيجة 27 مقابل
27. المباراة طبعا كانت ودية في إطار الاستعداد لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتوجه منتخب اليد من كرواتيا إلى سلوفينيا الأحد بعد الخسارة من المنتخب الكرواتي بنتيجة 36 مقابل 29 يوم السبت اللي فات. هتلعب مصر بإذن الله في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين. نروح لفقرة التصريح وتعليق وأول التصريحات اللي موجودة معانا. يعني يمكن التصريح أخذ اهتمام كبير من الجماهير في الساعات الأخيرة وهو مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات ضمن البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، رغم أن اتحاد اللعبة كان أصدر قرار بإيقافها لمدة سنة بسبب تعمد الضرر بزميلتها في إحدى البطولات اللي أقيمت في القاهرة. أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات ضمن البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 وأنه لا يعرف الكثير عن الواقعة اللي حدثت مع جنى عليوة. قال إدريس البعض يقوم بإدخال الأمور في بعضها والمفترض أن يتم مساندة منتخب الدراجات اللي يخوض الأولمبياد، وأي شخص في الوسط الرياضي يجد هجوما غير مبرر وليس لدي أي معرفة بالواقعة ما بين شهد وجنى، كما أن اتحاد الدراجات هو المختص ولم يكن لدي علم بالموضوع لأن كل اتحاد هو من يؤهل اللعيبة للأولمبياد. كمان أضاف الاتحاد الدولي للدراجات هو من أرسل اسم شهد وأنها مؤهلة للأولمبياد، وبالتأكيد هي لم تكن تقصد إداء زميلتها جنى عليوة والاتحاد المختص بمعاقبتها وإصدار أي قرار ضده، ولا أريد التأكيد على إنها خطأ أم لا، وسوف نسأل رئيس اتحاد الدرجات. وصل كمان حديث وقال لم أعرف الكثير عن التفاصيل حول الواقع ودور اللجنة الأولمبية تنظيمي ولا أتدخل في الأمور الفنية للاتحادات ومن الممكن أن تقوم اللجنة الأولمبية بالتحقيق في الموضوع. أتم حديثه وقال أتمنى الشفاء لجنى عليوة وأنا جاهز لاستقبالها وسوف أقوم باستدعائها بشكل رسمي لمعرفة كل التفاصيل. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا يمكن الواقع أخذت اهتمام كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، فكرة أنه اللاعبة بيتقال رسمي ان هي كانت سبب انها تزق او تنزل او تشد طبعا زميلتها من على الدراجة او ده اثر على النتيجة او انه ده بيأثر بشكل كبير جدا انه مفيش روح رياضية. كل التفاصيل دي عشناها وشفناها ما بين اللاعبتين طبعا في ممارسة الدرجات، ولكن بنقول او بنفكر دايما الناس كلها بفكرة ان احنا مع الثواب والعقاب وان احنا مفيش فكرة أو مفيش هدف أو مفيش غرض لأي مسؤول ما إن هو يكون دايما عايز إنه لعيبة ما تاخدش حقها أو إنه لعيبة تانية تكون جانية ولعيبة تكون مجني عليها. كل التفاصيل دي محدش يتمناها ولا يحبها في مشهد الرياضة المصرية بشكل عام، ولكن كل من يخطئ بياخد عقابه في الآخر، وكل واحد فعلا بيعمل حاجة ده بتعود عليه زي ما بنقول في الآخر يعني عموما. لكن يمكن يكون الأولمبياد هيكون ليها حسابات أخرى وأنه طبعا هيكون في رجوع لرئيس الاتحاد بتفاصيل الواقع، هل ده هيأثر على مشاركة اللعبة في الأولمبياد ولا لا؟ ده مش هيأثر تماما أو على الواقع اللي حدثت هنا في البطولة هنا في القاهرة. كل التفاصيل دي هنتابعها مع حضراتكم، ولكن ده مش معناه من اللعبة الأخرى مش هتاخد حقها أو إن ملهاش حق أو تفاصيل الواقع. كل التفاصيل دي لسه الملف الخاص بيها مفتوح وهيتم مناقشته بالتأكيد. نروح لموضوع تاني، وتوج منتخب مصر لكرة الهدف ببطولة الأهرامات لكرة الهدف للمكفوفين اللي اختتمت فعالياتها اليوم بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. جاء تتويج منتخب مصر عقب فوزه على أوكرانيا بأربع أهداف مقابل ثلاثة في المباراة اللي امتدت للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بثلاث أهداف لكل منهم. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن المباراة، مباراة البطولة ولقاءات مع الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري للرياضات المكفوفين والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة والكابتن محمد فرحات المدير الفني لمنتخب مصر وبعض اللاعبين، ونرجع نكمل كلامنا. اولا احنا الحمد لله رب العالمين فزنا بالميداليه الذهبيه زي ما فزنا باهرامات مصر الثانيه الحمد لله، لكن المره دي الفوز له طعم تاني ان كان معانا منتخب اوكرانيا وده منتخب مش بسيط، ده تالت العالم وبطل اوروبا وواقع معانا في نفس المجموعه في باريس ان شاء الله. الطعم المختلف ان منتخبنا المره دي متاهل للبارالمبيك جيمز في باريس بعد 32 سنة عجاف،
يعني آخر تمثيل لمنتخب مصر لكرة الهدف مكفوفين في البارالمبيك جيمز كانت في برشلونة 92، وأنا كنت بتشرف إن أنا كنت وقتها لاعب في ضمن الفريق اللي حصلنا فيها هناك على الميدالية البرونزية في برشلونة. فبعد 32 سنة وأنا بدير الاتحاد بتشرف بإدارة الاتحاد نتأهل، ده شيء يسعدني على المستوى الشخصي وأكيد يسعدني على المستوى المهني. وطبعا في اهتمام من القيادة السياسية بأبنائنا، ويعني عندنا بعثة الحمد لله هتكون بعثة كبيرة بإذن الله مشاركة في أولمبياد باريس، وإحنا كنا من يومين بتم الإعلان عن الزي الرسمي للبعثة الأولمبية والبعثة البارالمبية، وكان مع الوزير مع يعني أعلى لبس كان موجود ليهم، واهتمام من قيادة سياسية واهتمام من وزارة الشباب والرياضة إن يتم توفير أعلى مستوى لهذه الأولاد، وإحنا يعني كل طلباتهم تشكيل لجنة لإعداد البطل البارالمبي من قبل وزارة الشباب والرياضة، وكل طلباتهم مع اللجنة البارالمبية ومع الاتحادات البارالمبية يعني مجابة، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله الفترة الجاية. بقول الحمد لله ربنا وفق الشباب ووفق أولاد، إحنا 3 سنين تعبانين، 3 سنين تعبانين بجد، تعبنا قوي على مدة 3 سنوات، يعني بطولات ومعسكرات بطولات معسكرات، أكيد الضغط النفسي مش سهل. البطولة دي كمان مختلفة، إحنا في البطولة دخلنا بمنتخبين اتنين، منتخب إيه وبي، عبينا يكون في تواصل وفي مجموعة بتدخل معانا تانية وتاخد فرصة ويكون نوال فرصة نوال الفريق الأول اللي هو المنتخب بي، فاز منتخب بي بالمركز الثالث. فأنا عايز أقول لأبطالنا أنتوا أبطال قوي قوي قوي، يعني أنتوا فريق بجد يحترم وشباب محترم قوي وناس محترم وجهود وزارة وجهود دولة وجهود كبيرة قوي 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 وصلتنا لده. لكن أنا عايز أقول إحنا عندنا باريس، يا رب يتم إعلان على خير ونروح باريس ونسعد، مش عايز اقول مصر بس، ده نسعد الوطن العربي كله، لان احنا ممثلين عرب وممثلين افريقيا في باريس. الحمد لله كانت بطوله موفقه لينا، لعبنا في الفاينلز اوكرانيا النهارده، اوكرانيا يعتبر بطل اوروبا من متاهلين لاولمبياد باريس، فرقه محترمه وفرقه ثالث عالم، فرقه لها قدر وكيان كبير في على مستوى لعبتنا على المستوى الدولي، والحمد لله كان معانا التوفيق، ربنا وفقنا ان احنا نقدر نفوز عليهم في الفاينل الحمد لله. في دعم كبير من الناس حوالينا، اصحابنا اخواتنا اداره الاتحاد والدوله، طبعا في دعم كبير قوي، وكان ده سبب يمكن ده من الاسباب اللي احنا ان شاء الله قدرنا نتفوق على اوكرانيا وخدنا البطوله، كانت من حوزتنا. وبالمناسبه الصاله دي صاله حسن مصطفى، دي حوالي ثالث بطوله او رابع بطوله ما نخسرش عليها الحمد لله، والشاخر علينا. اولا احب اشكر كل الناس اللي حضرت النهارده ووقفت جنبنا، ان الحمد لله كانت بطوله تنظيم رائع وكنا فرق جيده جدا، يعني كورونا اللي احنا كنا بنلعبها في النهايه دي بطل اوروبا، بطل امم اوروبا، فالحمد لله لعبناها وهي معانا في المجموعه في الاولمبياد، والحمد لله قدرنا نكسبها وان شاء الله يعني ربنا يكرم ونكسب في الاولمبياد باذن الله ونوصل لابعد مكان يعني باذن الله. اكيد يعني طعم الفوز حلو. انا عايز اقول لك كمان الصاله دي لاعبين عليها اهرامات ولاعبين عليها افريقيا الحمد لله، ما تقريبا ما خسرناش عليها ولا ماتش لحد دلوقتي، داخلين في ال20 ماتش، فالحمد لله يعني ان شاء الله في باريس نعمل شغل احسن وان شاء الله ناخد البطوله بامر الله وناخد مركز حلو يعني بامر الله. نبدأ مع حضراتكم مع أهم أخبارنا ونروح لخبر مهم جدا، ده اللي هيكون معانا النهاردة بخصوص طبعا المنتخب الأولمبي. الساعات الماضية شهدت أزمة في سفر المنتخب الأولمبي لفرنسا، وكان محدد للسفر أمس الأربعاء، تم تأكيل السفر بسبب عدم الانتهاء من إجراءات التأشيرات. مصدر مسؤول في اتحاد الكرة كشف أن الساعات الأخيرة شهدت انفراجة في أزمة التأشيرات الخاصة ببعثة المنتخب الأولمبي. التأشيرات ستصل من السفارة الفرنسية بالقاهرة صباح اليوم الخميس، على أن تغادر طائرة المنتخب مطار القاهرة في الثانية ظهرا في طريقها إلى مدينة بوردو الفرنسية. بتضم بعثة المنتخب الأولمبي المسافرة اليوم إلى فرنسا محمد بركات عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الأولمبي، إلى جانب الجهاز الفني والإداري للفريق بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، بالإضافة إلى 22 لاعب هم في حراسة المرمى حمزة علاء، علي الجبري، محمد سيحة، الدفاع كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد حمدي، محمد طارق، أحمد عيد، محمد مغربي وعمر فايد. أما عن خط الوسط فمحمد النيني، أحمد سيد، زيزو، أحمد نبيل، كوكا، محمد شحاتة، زياد كمال، إبراهيم عادل، محمود صابر، أحمد قطة، مصطفى سعد ميسي، وفي خط الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل. كل التوفيق يا رب المنتخبنا الأولمبي إن شاء الله يكونوا على الموعد، مباريات قادمة مش هتكون سهلة أبدا، نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله، يقدموا أداء مشرف يليق بيهم وباسم تيشرت منتخبنا المصري وباسم مصرنا الحبيبة.
فاصل قصير وبعدها نرجع نستقبل ضيفنا اللي منورنا النهارده الاستاذ علي غنيم المحلل الرياضي. هنتكلم معاه في ملفات كتيره جدا خاصه طبعا بابرز الامور الخاصه بمسابقه الدوري المصري ممتاز ويورو 2024 وكوبا امريكا بعد الفاصل في صباح انصار.